المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست صغيرة في كل شيء كاسمها وحجمها، فتأثيرها العالمي بات كبيرا، فهي حسب الأمم المتحدة العمود الفقري للاقتصاد العالمي، إذ تمثل أكثر من 70% من الأعمال وأكثر من 50% من الوظائف. إذن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عماد وأساس كل الصناعات في أي بلد. بدون صناعات متوسطة وصغيرة مستحيل أن نصنع مؤسسات أو يعني مصانع ضخمة ومركبات صناعية ضخمة. هي إذن عماد أو آلية الصناعات الكبيرة أو الضخمة. في الجزائر يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حركية كبيرة بعد أن أصبح وزارة قائمة بذاتها. المختصون يشيدون بالجهود المبذولة ويدعون للمزيد من الدعم والمرافقة. احنا في الجزائر شركات صغيرة متوسطة تمثل في النسيج المؤسساتي الوطني ما يقارب 98% من الشركات حقيقة، وكل أهمية وكل تجند لازم يعطي والأولوية لازم تعطى للشركات الصغيرة المتوسطة. نعم نحتاج شركات الكبرى، والأولوية تكون للشركات الصغيرة المتوسطة، هي حقيقة المحرك حقيقي وهو المخ لخالق الثروة ولخالق لمناصب الشغل. تجارب عديدة يمكن للجزائر الاستفادة منها على غرار التجربة الإيطالية التي تركز على المؤسسات المصغرة والتي تشكل 90% من نسيجها الصناعي. الدور تاع بي ام اي هو يلعب دور كبير في الاقتصاد الجزائري. لماذا؟ باسكو العالم كامل كيما بايزم ايطاليا المانيا عندهم بوكو بي ام اي دي مليون دو بي ام اي دونك هما ان شاء الله نسهلوا الاستثمار البي ام بي ام اي باسكو توقع فيها مناوليه المناوله ولا سوتريتانس ما الناس كل يخدموا، الكبير يخدم والصغير يخدم. المؤسسات الصغيره والمتوسطه بمثابه الخيوط في النسيج الصناعي، فهي اساس المناوله ومغذيه المجمعات الصناعيه الكبرى،